مرحبا. مشكلة أخرى كبيرة تواجه دائرة السينما والمسرح اللي هي دائرة من دوائر الدولة تابعة لوزارة الثقافة. هذه الدائرة رح تواجه الإغلاق التام. الإغلاق التام يعني شنو؟ الدائرة في زمن النظام السابق تم تصنيفها كشركة خاسرة. الشركات الخاسرة بالدولة العراقية الحديثة رح يتم تصفيتها تماما في سنة 2022، يعني إحنا ما رح نلحق نطلع تقاعد. طلاب المعاهد وأكاديميات الفنون الجميلة من رح يتخرجون ما رح يلقون مكان يتعينون به ولا يصير دراستهم معنى بعد ما يتخرجون. إحنا الآن كفنانين في دائرة السينما والمسرح كموظفين راح نتجمع يوم 27/3 يوم المسرح العالمي في وقفة احتجاجية كبيرة تبدأ بالتجمع الساعة 11 صباحا يوم الأحد، تنتهي به المشي باتجاه بوابة المنطقة الخضراء للمطالبة بإعادة هذه الدائرة إلى التمويل المركزي وإلغاء نظام التمويل الذاتي. مرحبا. مشكلة أخرى كبيرة تواجه دائرة السينما. آلا حسين، هم باعوا البلد تفصيخ، تريديهم ما يبيعون دائرة السينما والمسرح؟ هم يعتبرون كفار. آلا هم يعتبرون كفار. انت تريدين معمم قاعد بالبرلمان ينصفك انت ودائرتك دائرة السينما والمسرح؟ هم المفروض حسب نظرياتهم المفروض هسه انت قاعدة بالبيت ودتلفين دولمة وتنتظرين رجلك يجي ومحضر الطشت والملح والماء دافي على مود تغسلي له رجله، لانه شيخ لو سيد ولابس عمامه وكان يتعب وكان يفرفر وكان استغفر الله. تريديهم ينصفوك دائرة السينما والمسرح؟ البلد باعوه تفصيخ. آلاء باقونا باسم الدين، باقونا باسم الله، باقونا باسم الرسول، باقونا باسم الإمام. حرامية نصابة نهابة. قبل 2003 كانوا كاتلهم الجوع، وأولهم أبو سراء كاتلهم الجوع يروحون لسيدة زينب المغرب على مود يأكلون تم نقيمة. هسه مليارات. آلاء مليارات. ماكو شريف اجى قال لهم من اين لك هذا؟ قبل 2003 واحد مفلس كاتله الهبري ماشي يصير زنقين يشتري له بيت، يشتري له مشتمل، يشتري له سياره، لكن يشتري جزيره، يفتح 5 بنوك، منين يلطلطم على الحسين منين؟